258 يوما من الحرب مستمرة على قطاع غزة. لا تزال قوات الاحتلال تقسم قطاع غزة شماله عن جنوبه عبر محور نفتاليم، وهي آخذة في توسيع هذا الممر شيئا ما، والذي ينتهي به المطاف باتجاه الميناء العائم الأمريكي، والذي لم يجدي نفعا، والذي قامت قوات الاحتلال بعملية تجريف واسعة في منطقة معبر رفح حيث الاجتياح هناك، ومحور فيلادلفيا، والتي قامت بحرق المباني، وهو الآن مبنى أو معبر لا يصلح لمغادرة المسافرين، ولا يزال الإغلاق وتضييق الخناق على قطاع غزة. حركة المساعدات هي حركة ضئيلة جدا منذ اجتياح مدينة رفح. عدد الشاحنات التي تدخل قطاع غزة لحتى الآن هي 100 شاحنة أو أقل من ذلك أيضا، ما بين مساعدات وما بين مواد تدخل إلى التجار إلى السوق الفلسطيني، والتي تصل بأسعار مرتفعة تصدر على كاهل النازحين هنا. هناك أعداد كبيرة.